مرحبا بكم في أبها، مدينة الأجواء الساحرة في منطقة عسير. أبها تعتبر واحدة من أجمل المدن في السعودية بفضل مناخها المعتدل وطبيعتها الخلابة. أبها تمتاز بجوها الرائع طول السنة. في الصيف لما تكون الحرارة مرتفعة في معظم مدن المملكة، تظل أبها باردة ولطيفة. درجة الحرارة نادراً ما تتجاوز 25 درجة مئوية، وهذا يخليها ملاذاً للهاربين من حر الصيف. في الشتاء الجو يكون بارداً ومنعشاً، وتهطل الأمطار التي تزين الطبيعة وتزيدها جمالاً. كثير من الناس يزورون أبها في الشتاء للاستمتاع بالأجواء الباردة والمطر الذي يعطي للمدينة نكهة خاصة. الضباب الذي يغطي جبال أبها في بعض الأوقات يعطي منظراً ساحراً. الجبال تصير كأنها تسبح في بحر من الغيوم، وهذا يخلي كل زاوية في المدينة تبدو كأنها لوحة فنية. ولما نتكلم عن الأجواء ما ننسى الربيع، الوقت الذي تزهر فيه الأشجار وتتفتح الأزهار، فتتحول أبها إلى جنة خضراء. كل مكان تشوف فيه ألوان الطبيعة، والنسيم العليل يملأ الجو بعبق الأزهار. أما في الخريف تتلون الأشجار بألوان دافئة وتضيف لمسة من السحر على المدينة. كل فصل في أبها له طابعه الخاص، وكل زيارة تكون تجربة جديدة. إذا كنت تدور على مكان بأجواء منعشة على مدار السنة، ما عليك إلا تزور أبها، المدينة التي تمتاز بمناخها المعتدل وجوها الساحر الذي يخليها وجهة مثالية لكل الفصول.